بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا في كل مكان، أحييكم أجمل تحية بهذه الانطلاقة الصباحية ومع انطلاقة ثالث أشواط هذه الفترة الصباحية، مع انطلاقة شوط الزمول المحليات تتطفح الستة كيلومترات هي مسافتي وانطلاق هذا الشوط. سيارة رصدت لصاحب المركز الأول، فنتمنى إن شاء الله لجميع الأخوة المشاركين بميدان المرموم التوفيق والنجاح والمزيد من التقدم لجميع الأخوة الذين شاركوا بهذه الانطلاقة المتميزة بهذا الشوط. إذن انطلاقة المحليات وهناك مقدمة وانطلاقة المركز الأول، هناك الطاغي مع المركز الأول، تعود ملكية السيد محمد بن حمد، محمد بن سعيد بن ملهوف الاجتبي مع المركز الأول. ينطلق مشاهدينا الكرام الطاغي مع المقدمة، ومع هذا الانطلاق الذي ينطلق مع الطاغي اللي يتسلل وانطلق مباشرة مع المركز الأول للسيد محمد. للسيد محمد بن حمد بن ملهوف اللي يحتل المركز الأول في هذه الانطلاقة. المركز الثاني مشاهدينا متابعينا في كل مكان، صوغان للسيد عيد بن سهيل بن فرج المنصوري يتسلل إلى المركز الثاني، بينما نرى المركز الثالث اللي وصل في المركز الثالث هملول، وتعود ملكيته للسيد بخيت بن علي بالخصوان المنصوري يتواجد أيضا مع المركز الثالث. المركز الرابع هناك اللي وصل في هذه اللحظات النشمي العويضة بن حمد بن سهيل العامري مع ثالث أو رابع المراكز. ننتقل مباشرة إلى المركز الخامس، هناك هملول لسعيد بن راشد بن سعيد الجابري يتواجد أيضا مع المركز الخامس في هذه اللحظات. المركز السادس اللي وصل في المركز السادس يا الأخوة في كل مكان، هناك شاهين لناصر بالعوضي المنهالي مع المركز السادس في هذه اللحظات بهذه الانطلاقة المتميزة. المركز السابع، المركز السابع هناك اللي وصل أيضا حام رقم سبعة اللي هو صغال لمتعب بن عبد الله بن راشد المري مع المركز السابع. والمركز الثامن هناك مشاهدينا الأعزاء محتفل مع المركز الثامن لسيد هلال بن سالم بن طراف المنصوري مع المركز الثامن. والمركز التاسع اللي وصل بالمركز التاسع هناك اللي وصل في هذه اللحظات صوغان لجمعة بن عبيد بن محمد بن دبيله الفلاسي اللي يتواجد مع المركز التاسع. والمركز العاشر هناك من وصل في هذه اللحظة ظبيان لسيد محمد بن راشد بن سالم المري مع عاشر المراكز. هذه نتيجتنا أيها الأخوة للعشر المراكز الأولى بالوفاء والتمام، كاملة مكملة أذعناها على حضراتكم، ونعود مع مقدمة وانطلاق هذا الشوط. هناك الطاغي مع المركز الأول ومع صدارة هذا الشوط منذ انطلاقة الستة كيلومترات، ولا زال محافظا على هذه الصدارة، محافظا على المركز الأول لمحمد بن حمد بن ملهوف المتواجد مع المركز الأول ومع هذه الأعداد التي تشارك بهذا الانطلاق المتميز مع انطلاقة المحليات. يا سلام يا سلام، لا زال في المركز الأول، لا زال متصدرا لهذه الجموع التي تشارك المنافسة. قطعنا الثلاثة كيلومترات الأولى وما تبقى إلا الثلاثة كيلومترات الأخيرة التي تفصلنا عن نهاية الشوط، عن مطاف هذا الشوط، ولا زال هو المسيطر الطاغي مع المركز الأول لمحمد بن حمد بن ملهوف متواجدا على مقدمة الشوط. المركز الثاني مشاهدينا متابعينا في كل مكان هملول لبخيت لسيد بخيت بن علي بالخصواني المنصوري مع المركز الثاني. والمركز الثالث هناك النشمي العويضة بن حمد بن سهيل العامري مع ثالث المراكز. المركز الرابع اللي وصل صغال لعيد بن سهيل بن فرج المنصوري يتواجد ايضا مع المركز الرابع. والمركز الخامس صغال لمتعب بن عبد الله بن راشد المري مع رابع او المركز الخامس في هذه اللحظات. انتقل مباشرة الى المركز السادس
بينما نرى اللي وصل في هذه اللحظات شاهين لناصب العوضي المنهالي مع المركز السادس والمركز السابع. المركز السابع هناك ايضا ظبيان لمحمد بن راشد بن سالم المري مع المركز السابع وثامن المراكز. هناك محتفل اللي وصل في المركز الثامن مشاهدينا متابعينا الكرام الهلال بن سالم بن طراف المنصوري مع المركز الثامن والتاسع المراكز. هناك من يصل في هذه اللحظات وبرال لعلي بن محمد بن شفيان العامري مع العامري مع المركز التاسع والمركز العاشر. المركز العاشر هناك حملول لسعيد بن راشد ابن سعيد الجابري يتواجد مع عاشر المراكز. هذا ندائنا الثاني والأخوة في كل مكان للعشر المراكز الأولى بالوفاء والتمام كاملة مكملة. ونعود مع مقدمة الشوط، نعود مع المركز الأول. يا سلام هناك المقدمة والصدارة، هناك يا سلام الطاغي، الطاغي لا زال مسيطرا وطاغي بالشوط، طاغي بهذا الانطلاق. ولكن هناك الشعارات وصلت، هناك أسامي ما بعد حان وصولها للمشاركة والمنافسة على مقدمة الشوط، على هذه المقدمة وعلى هذه الانطلاقة. ولكن لا زال الطاغي مسيطر على المركز الأول في هذه اللحظات منذ انطلاقة الستة كيلومترات، ولا زال مسيطر على المركز الأول الطاغي لمحمد بن حمد بن ملهوف مع المركز الأول. المركز الثاني هناك أيضا محتفل يصل في المركز الثاني هلال بن سالم بن طراف المنصوري مع المركز الثاني والمركز الثالث. يا سلام هناك اللي وصل شاهين، تعود ملكية محمد بن فاضل بن عبد الله المعمري اللي يتواجد أيضا مع المركز المعمري مع المركز الثالث. يا سلام 1200 والمركز الرابع صوغان لعبد الهادي بن حمد بن محمد المري مع المركز الرابع. يا سلام اذا المنافسة قوية، ولكن هناك المقدمة، هناك محتفل احتفل مع الكيلو الاخير مع هذا الانطلاق الذي انطلق مع محتفل مشاهدي الاعزاء الهلال بن سالم بن طراف المنصور. يا سلام مع مقدمة وانطلاق هذا الشوط والذي ينطلق مع محتفل مع المركز الاول. ولكن هناك صغال لعبد الهادي بن حمد بن محمد المري يتواجد مع المركز الثاني مشاهدينا متابعينا في كل مكان مع المركز الثاني في هذه المنافسه بهذا الانطلاق المتميز. يا سلام هناك المنافسه اللي وصف المركز الثاني. يا سلام اذا الانطلاقه مشاهدينا متابعينا في كل مكان. الله الله يا سلام شاهين لراشد بن محمد بن راشد المنصوري مع المركز الثاني في هذه اللحظات. ولكن بعود مع محتفل الذي لا زال محتفلا بصدارة وانطلاق هذا الشوط. يا سلام يا سلام محتفل مع المركز الأول لسيد راشد الهلال بن سالم بن طراف المنصوري مع المركز الأول والمركز الثاني. يا سلام هناك شاهين الراشد بن محمد بن راشد المنصوري مع ثاني المراكز بهذه الانطلاقة. إذن المنافسة اللحظات الأخيرة، اللحظات المتبقية على نهاية وختام هذا الشوط. ومحتفل احتفل بالفعل. تهانينا وألف مبروك للسيد هلال بن سالم بن طراف المنصوري على فوز محتفل في المركز الأول. وبالفعل احتفل بناموس هذا الشوط. المركز الثاني شاهين راشد بن محمد بن راشد المنصوري، مركز الثالث طاغي لمحمد بن حمد بن ملهوف، مركز الرابع اللي وصل فيه شاهين لناصب العوضي المنهالي، المركز الخامس وصلنا في هذه اللحظات أيضا شاهين للسيد محمد بن فاضل بن عبد الله المعمري. هذا نتيجتنا يا الأخوة للخمس المراكز الأولى. المركز الأول والذي فاز في هذا الشوط محتفل قطع المسافة بتسع دقائق 47 ثانية تسعة أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد هلال بن سالم بن طراف المنصوري، تهانينا والناموس. المركز الثاني تسع دقائق 48 ثانية أربعة أجزاء من الثانية، تهانينا لراشد بن محمد بن راشد المنصوري أيضا على الفوز شايف المركز الثاني. مركز الثالث طاغي قطع المسافة بتسع دقائق 49 ثانية خمسة أجزاء من الثانية، تهانينا للسيد محمد بن حمد بن ملهوف، تهانينا لجميع الأخوة الفائزين والناموس.